حسنها. إنها ذات الماضي الممتد لآلاف السنين والحاضر الحاضر بقوة والمستقبل الذي يصنعه أبناؤها بكل جدارة. إنها مدينة المآذن والمعالم والهضاب والشطآن والصناعة والإتقان. إنها دار الإحسان سيلانغور. تقع ولاية سيلانغور على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، وتبعد عن العاصمة كوالالمبور حوالي 15 كيلومتراً. وقد كانت كوالالمبور عاصمة هذه الولاية في السابق، إلى أن أصبحت العاصمة الاتحادية لماليزيا عام 1974 للميلاد. تعتبر ولاية سيلانغور من أغنى الولايات في ماليزيا وأكثرها تقدماً ونمواً، وهي واحدة من 13 إقليماً في ماليزيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 8000 كيلومتر مربع. أما تعداد سكانها فيقدر بأربعة ملايين نسمة، والمناخ فيها استوائي ممطر رطب، ومتوسط درجات الحرارة فيها بين 21 و32 درجة مئوية. سيلانغور أو دار الإحسان، وعاصمتها شاه علم، تعتبر أكبر الولايات الماليزية من حيث عدد السكان، ومن سماتها تعدد الأعراق التي تعيش فيها. ومن الأعراق الموجودة فيها الملايو والصينيون والهنود وبعض الأعراق الأخرى. وأما اللغة الأساسية والرسمية فهي لغة الملايو، مع أن الإنجليزية مستخدمة بنطاق واسع. تعتبر سيلانغور مدينة عصرية متقدمة بكل ما تحمله الكلمات من معان، وهي مثال للمدينة النموذجية الحديثة ذات الأشكال الهندسية الدقيقة والتصميمات العمرانية الإبداعية، علاوة على اهتمامها الفائق بالمحافظة على البيئة. ويكفي أن ترى شوارعها المنظمة والممزوجة بالخضرة أو بناياتها الشاهقة حتى تعرف مدى التطور والمدنية التي وصلت إليها الولاية. أما الأحياء السكنية في سيلانغور فهي تكاد تكون أشبه بلوحة جميلة بهية، وتصاميم البيوت في تلك الأحياء السكنية قد استوحت شكلها من البيت الماليزي التقليدي، فهي أشبه بالأكواخ ويعتليها القرميد الأحمر، وتكثر فيها الشرفات والنوافذ والباحات الأمامية، وتتعانق في هذه الأحياء السكنية الأشجار مع البنايات، مما يعطيك انطباعاً بأنك في قرية وادعة، رغم أنك في قلب مدينة من أهم مدن ماليزيا بل وآسيا قاطبة.
حسب المادة 160 من الدستور الماليزي، فإن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام، وسيلانجور هي جزء من ذلك أيضاً. فأكثر من 60% من سكانها يعتنقون الإسلام، وأما السكان الأصليون من عرق الملايو فهم مسلمون بنسبة 100%، وتشجع الحكومة المحلية في سيلانجور على انتشار الإسلام. وقد اختلفت نظريات الباحثين حول دخول الإسلام إلى هذه المناطق وطريق وصوله إليها، فمنهم من قال إن الإسلام في هذه المنطقة كان نتيجة العرب الذين جاءوا من جنوب شبه الجزيرة العربية للدعوة إلى الإسلام من خلال رحلاتهم التجارية، ومنهم من قال إنه جاء عن طريق الهند، إذ إن العلاقة بين هذه البلاد والهند لها تاريخ قديم، ومنهم من قال إنه جاء من الصين عن طريق البر. وبغض النظر عن كيفية دخول الإسلام إلى هذه الولاية، إلا أنها تزخر بالكثير مما يدل على موروثها الإسلامي العريق. وانتشار المساجد في الولاية خير شاهد على ذلك، كمسجد كوالا سيلانجور أو مسجد دار الإحسان هذا، اللذين يقعان في قلب المدينة. أما هذا فهو واحد من أكثر المباني الفاتنة في ماليزيا، وهو أكبر مسجد في البلاد كلها، وثاني أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا. إنه مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه، أو المسجد الأزرق الواقع في قلب ولاية سيلانجور. لقد بني هذا المسجد بتكليف من السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه عام 1982 للميلاد، وانتهى بناؤه عام 1988 للميلاد. ويعرف المسجد باسم المسجد الأزرق نظراً لقبته الزرقاء المبنية من الألومنيوم تتوسطها وردة من آيات القرآن الكريم، وهي تعد واحدة من أكبر القباب في العالم كله. والكتابات المكتوبة على هيكلها مزيج من لغة الملايو الحديثة. وأما قياس قطر قبة المسجد الرئيسة فهو 170 قدما، وارتفاعها 350 قدما عن مستوى الأرض. وللمسجد 4 مآذن تعتبر أطول المآذن في العالم بأسره، بعلو 460 قدماً، وهي مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأما التصميم الداخلي للمسجد فيظهر الطراز المالوي، وتتم تصفية ضوء الشمس عن طريق زجاج أزرق يضفي شعوراً بالسلام والصفاء. ويستوعب المسجد ما يصل إلى 16,000 من المصلين. وتهتم سيلانجور بتوسيع دور المساجد لتشمل تقديم خدمات اقتصادية وتعليمية واجتماعية للمسلمين، إضافة إلى دورها الأساسي في العبادة وتحفيظ القرآن.
وحتى نعرف إلى أين وصلت سيلانجور علمياً، فهذه لمحة سريعة عن أهم جامعاتها. إنها جامعة التكنولوجيا الماليزية UTM، التي تعتبر الرائد الأول على مستوى ماليزيا ككل في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وهي أكبر الجامعات بلا منازع بين الجامعات القائمة على أسس هندسية. وقد تأسست هذه الجامعة العريقة عام 1930 للميلاد، وترتيبها 621 عالمياً. وهذه جامعة الطاقة الوطنية يونيتن، وهي من أولى الجامعات الخاصة في ماليزيا، ومملوكة من شركة الكهرباء الوطنية، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات في جنوب شرق آسيا. وقد بدأت في عام 1976 باسم معهد لايتهان سلطان أحمد شاه، وفي عام 1994 للميلاد تحولت إلى جامعة التعليم العالي، وفي عام 1997 للميلاد تم اعتمادها رسمياً كجامعة مستقلة. لقد تم تصميم البنية التحتية في سيلانجور لتخدم مجتمع الأعمال والخدمات، وتعد واحدة من أفضل البنى التحتية في آسيا، وحركة النشاط التجاري في هذه الولاية نشطة جداً، وترى ذلك جلياً من خلال المحال التجارية المنتشرة في المدينة، وتعد الموارد البشرية هنا من بين أهم الأصول التي تنعم بها الولاية بل وفي البلاد عموماً، والعمالة هنا تتميز بالشباب والثقافة والإنتاج. وحتى تتخيل حجم التجارة في ولاية سيلانجور، فيكفي أن تعرف أنها الولاية الأهم في الاقتصاد الماليزي، الذي يبلغ حجم التجارة سنوياً فيه مع دول العالم 363 ملياراً و500 مليون دولار. ورغم أنها تحتل مكانة صناعية وتجارية هامة، إلا أن ولاية سيلانجور لم تهمل الجانب الزراعي، بل إن ربع مساحتها تستغل للأغراض الزراعية، منها نحو 6% من الأراضي تستخدم لزراعة المحاصيل، وأشهرها الأرز، و18% لزراعة الأشجار المثمرة. وتشتهر هذه المناطق على مستوى العالم بإنتاج زيت النخيل والمطاط الطبيعي، إلى جانب الكاكاو وقصب السكر وجوز الهند والبابايا والموز. ويعمل في المجال الزراعي في سيلانجور 12% من القوى العاملة.
الأمطار في ماليزيا عموماً هي أمطار موسمية تهطل طوال العام، ويبلغ متوسط هطول الأمطار في غرب البلاد ومنها سيلانغور حوالي 2500 مليمتر، وهذا ما جعل تربتها خصبة وغنية. هذا بالإضافة إلى الكثير من الأنهار التي تغذي التربة، وبهذا يشكل العامل الزراعي الركيزة الخامسة في اقتصاد الولاية بنسبة 16% من الناتج الإجمالي. وها نحن ننطلق لنستمتع أكثر بولاية سيلانغور ولننهل من جمالها ما استطعنا. وقد بدأنا رحلتنا في هضبة ميلواتي الواقعة في مدينة كوالا سيلانغور، والتي تبعد 30 دقيقة عن العاصمة كوالالمبور. وتحتوي هذه الهضبة على العديد من المناطق السياحية والمتنزهات، وتعتبر من أهم المعالم في ولاية سيلانغور. يبلغ ارتفاع هضبة ميلواتي 315 متراً عن مستوى سطح البحر، ما جعلها تنعم بهواء عليل. أضف إليه الكثير من التفاصيل الجمالية، وتشير التقديرات إلى أن زوار المتنزهات هنا يصلون إلى أكثر من 170,000 من السكان المحليين والسياح. هذه المدافع الساحلية الموجودة في هضبة ميلواتي هي كل ما تبقى من القلعة التي شيدها السلطان الثاني لولاية سيلانغور لحماية الولاية من الدخلاء، حيث كانت تلك القلعة توفر نطاقاً لمشاهدة السفن في مضيق ملقا. وعلى الرغم من موقع القلعة الحصين، إلا أنها وقعت تحت نيران المدافع الهولندية، وقد دمرت بالكامل مرة أخرى خلال الحرب الأهلية في الولاية. والهضبة التي تشرف على آفاق ساحل سيلانغور أنشئت المتنزهات فيها عام 1987 للميلاد، وشهدت توسعات عامي 1995 و1997 للميلاد لتستوعب الزيادة المضطردة في أعداد الزوار. وأنت لن تكون بحاجة للسير على قدميك في كل هذه المتنزهات الشاسعة، فلقد وفر المسؤولون هنا عربة أشبه ما تكون بقطار صغير يستطيع الزوار الركوب والتجول فيها. الصغار سيذكرون دائماً اللحظات الجميلة التي قضوها في هضبة ميلواتي، وأما الكبار فقد عاشوا تجربة الانسجام مع الطبيعة في هضبة ميلواتي. ولسكان ولاية سيلانغور خصائص تميزهم وطبائع مشتركة تجمعهم، ومنها هذه الرياضة الشعبية التي يحب الشباب ممارستها، ولها ملاعب وفرق وجماهير تحب هذه الرياضة.
وهذه اللعبة أشبه بكرة اليد أو كرة الطائرة، ولكنها تمارس باستخدام الأرجل. والمطلوب من أعضاء كل فريق هو عدم إسقاط الكرة قبل قذفها إلى ملعب الخصم في الجهة الأخرى من الشبكة. وها نحن نواصل رحلتنا لنصل إلى متنزه شاه علم المائي، وهو أشهر متنزه في ولاية سيلانغور، ويبعد حوالي 45 دقيقة عن المدينة كوالالمبور من خلال فيدرال هايوي. وأول ما يلفت انتباهك عند دخول المتنزه هو تلك البحيرة الضخمة التي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع، هذا غير التفرعات المائية، وقد انصبغت باللون الأخضر لكثرة الخضرة من حولها. وفي المتنزه أكثر من 30 نوعاً من الحيوانات والطيور التي تستوطن هذه المناطق أو التي أتت مهاجرة. وهذا المتنزه الذي أنشئ عام 1990 للميلاد وتبلغ مساحته الإجمالية 6 هكتارات، يشكل متعة للكبار والصغار، وقد جهز من قبل السلطات المحلية بكل ما يلزم ليكون مكاناً رائعاً للقيام بالنزهات العائلية. ومن أجمل ما في متنزه بحيرة شاه علم هو أنك تستطيع ركوب هذه القوارب ذات المجاديف والتي تتسع لشخص أو شخصين على الأكثر، وأن تأخذ جولة جميلة في أرجاء المتنزه. إذن لا تكتمل زيارة ماليزيا من غير زيارة متنزه بحيرة شاه علم في ولاية سيلانغور التي تجاور وتطل على المسجد الأزرق، وكذلك على المركز التجاري الشهير BKNS. ويفتح هذا المتنزه أبوابه جميع أيام الأسبوع من 11 صباحاً إلى 7 مساءً، ومن 10 صباحاً إلى 8 مساءً في العطلات الرسمية في ماليزيا. ويغلق المتنزه أبوابه أيام الأربعاء من كل أسبوع إلا إذا صادف عطلة رسمية في البلاد، ويستطيع الزائر أن يستمتع بكل هذا الجمال والروعة مقابل رسم دخول رمزي يبلغ 5 رنجات للكبار و3 رنجات للصغار. ثم تابعنا رحلتنا لنستمتع بالمزيد من البهجة في سيلانغور، وقد قصدنا الشواطئ الموجودة في الجزء الشرقي من نهاية الولاية. إنها شواطئ مورب الساحرة التي تبعد مسافة ساعة ونصف عن قلب كوالالمبور.
شواطئ مورب تعتبر المكان الأنسب للزوار الذين يبحثون عن الراحة والهدوء في رحلاتهم، حيث ظلال النخيل وأصوات العصافير والرمال الدافئة والمياه التي تداعبها النسمات. تمتد شواطئ مورب مسافة 7 كيلومترات، وهي مجموعة من الشواطئ التي تشكل الصخور والأراضي الصلبة فيها 70%. وقد افتتحت هذه الشواطئ أمام العامة عام 1988 للميلاد، وقبل ذلك كانت محظورة إلا على الصيد. تشكل السياحة الداخلية في هذه الشواطئ نسبة 100% تقريباً، فالزوار يأتون إلى شواطئ مورب من سيلانجور ويشكلون 85% من عدد الزوار، ومن ولايات ماليزيا الأخرى بنسبة 15%. باختصار، إن شاطئ مورب الذي يزيد فيه غروب الشمس جمالاً إلى جماله وألقاً إلى ألقه هو لوحة حية تجسد فيها بهاء الطبيعة ومن فتنتهم هذه المياه لدرجة العشق. إن المتعة في ولاية سيلانجور لا تنتهي، وها نحن قد مضينا على بعد 10 كيلومترات من ميناء كيلانغ، الميناء الرئيس في ماليزيا والذي يبتعد قرابة ساعة عن العاصمة، حتى وصلنا إلى جزيرة كيتام الساحرة التي تعد الطبيعة فيها بكراً، لتشعر أن الزمن قد عاد بك إلى الماضي البعيد. كلمة كيتام تعني سرطان البحر، إذن فاسم هذه الجزيرة هو جزيرة سرطان البحر، وهي عبارة عن مجموعة من قرى الصيادين تعيش فيها أولى القبائل التي سكنت وعاشت في ماليزيا. جزيرة سرطان البحر تعطي الزائر فرصة رؤية مشاهد ربما لا ترى إلا نادراً، كمشاهدة هذه القرى التي تبدو وكأنها عائمة، وقد تم تعليق هذه المساكن على علو متر إلى 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر. أما إذا دخلت هذه الجزيرة فإنك تلاحظ أن معظم وسائل المواصلات هناك إما مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية. سكان هذه القرية يبلغون قرابة 10,000 نسمة، ويعتبر البحر مصدر رزق أساسياً لهم، ف65% من القوى العاملة تعمل في مجال الصيد، و15% في مجال الزراعة، و10% يعملون في قطاع الخدمات والمهن البسيطة، و10% يعملون في مجالات أخرى.
المساكن مختلفة الألوان وذات التصاميم المميزة، إضافة إلى نمط الحياة البسيط وبعض الشواهد الأخرى، تعطيك انطباعاً بأنك ولجت حتى غصت في جنوب شرق آسيا. إن كل هذه المساكن التي تبدو غارقة بين غابات المانغروف مترامية الأطراف صممت بطريقة في منتهى الذكاء والحنكة الهندسية، وهناك مجموعة من الخصائص التي سنذكرها والتي ستثير الإعجاب بدقة صنع وبراعة هؤلاء السكان الذين لم يذهبوا إلى كليات الهندسة والعمارة، بل كانوا على دراية جيدة بالطبيعة من حولهم وشيدوا مساكنهم بناء على تلك المعطيات. وكما ذكرنا، لقد تم تعليق هذه المساكن بأوتاد خشبية على علو متر إلى 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وليس العجيب أنها لا تنهال إذا تهشمت هذه الأوتاد، فهي نظراً لمتانتها قادرة على تحمل الوزن والصمود زمناً طويلاً. ولكن العجيب هو أن تعرف أن التربة التي دقت فيها هذه الأوتاد هي تربة طينية، لهذا فإنك تجد مسافة الوتد داخل الأرض تعادل 3 أضعاف مسافته فوقها. أما عن سبب تعليق هذه المنازل أصلاً فوق الأوتاد، فهو حتى لا تصل المياه إلى تلك المساكن وتغرقها إذا ارتفع منسوب المياه جراء فيضان أو مد قوي. أما عن هذه القوارب الكثيرة والتي تكون دائماً في حركة دؤوبة بين هذه الممرات المائية التي تخترق المساكن، فلها وظائف عديدة، فهي إما أن تقوم بنقل السكان المحليين والزوار من وإلى هذه القرى وهي وسيلة المواصلات الأسرع هنا، أو أنها تقوم بتحميل البضائع ونقلها كالمواد التموينية واسطوانات الغاز وغيرها من السلع التي يحتاجها سكان هذه القرى. تستورد هذه الجزيرة كل ما تحتاجه من مواد غذائية وملابس وأدوية وسلع أخرى تعج بها أسواقها من ولاية سيلانغور، باستثناء الأسماك التي ربما تكون الشيء الوحيد الذي ينتج محلياً، حيث تنتشر هنا مطاعم الأسماك التي تقدم أفضل نوعية وبأرخص الأسعار. بطبيعة الحال لا تجد هذه الأسواق مكتظة بالناس، والسبب أن سكان هذه الجزيرة بأكملها لا يتجاوزون 10,000 نسمة، وحتى المحال التجارية لا تسرف كثيراً في كمية البضائع المعروضة، فالخضروات مثلاً تعرض بكميات تتناسب مع حجم الإقبال، فإذا زادت الكمية عن اللازم فإنها قد تتعرض للتلف. اللافت أن نسبة التعليم الأساسي هنا تبلغ 80%، حيث يتلقى السكان تعليمهم الأساسي قبل الانطلاق لسوق العمل.
لقد قمنا بأخذ جولة في القارب لمشاهدة المزيد من معالم الجزيرة. وها نحن نزور المزارع السمكية، وهي ما تشتهر به هذه الجزيرة، حيث يوجد هنا أكثر من 70 مربًا ومزرعة سمكية، والأسماك الهلامية والروبيان التي توجد هنا تشكل 12% من ناتج ولاية سيلانغور من الثروة السمكية. في جزيرة كارب هناك 18 مطعماً، يعتبر السمك فيها الوجبة الرئيسية، حيث يفضل السكان والزوار تناوله متبلاً بطريقة خاصة ومشوياً على الفحم. لقد تابعنا رحلتنا في جزر ولاية سيلانغور، وها نحن نمضي لزيارة قرى الصيادين التي يوجد عدد كبير منها في ولاية سيلانغور، ولهذه القرى قيمة تاريخية عظيمة، إذ إن القبائل التي تسكن هذه القرى هم أحفاد أولى القبائل التي استوطنت هذه المناطق، وتشير التقديرات إلى وجود 36 قرية محلية. يعود أقرب دليل على أن الإنسان سكن هذه المنطقة إلى 40,000 سنة، وهم هؤلاء الصيادون الذين هم على الأغلب أسلاف سيمانغ، وهي مجموعة عرقية ذات أصول عميقة في شبه جزيرة الملايو. إن اسم هذه أي قرى الصيادين مأخوذ من طبيعة عمل سكانها، فجل الشباب والرجال هنا يعملون في مهنة الصيد أو ما يدور في فلكها، فالمياه هنا تنعم بثروة سمكية هائلة. ويبين أحدث مسح وجود 300 نوع من أسماك المياه العذبة تعيش هنا. وحتى النساء في بعض الأعمال التي لها علاقة بالصيد، فترهن يصنعن شباك الصيد بكل براعة جنباً إلى جنب مع الرجال. وما يميز شباك الصيد التي تصنع هنا إضافة إلى أعدادها الغزيرة هو ألوانها الخضراء غالباً، فلربما أن خضرة الطبيعة الطاغية عكست لونها على هذه الصناعة. يوجد في هذه القرى أكثر من 80 مشغلاً لصناعة شباك الصيد، ويشغل المصنع الواحد من 10 إلى 20 رجلاً وسيدة. جزيرة سرطان البحر عموماً مشهورة بصناعة الأخشاب وتصديرها، ومن هذه الأخشاب يقوم السكان هنا بصناعة قواربهم وسفنهم، وهذه السفن والقوارب تصنع بدقة متناهية وعلى أيدي حرفيين أتقنوا هذه الصنعة وورثوها عن آبائهم. وتقتصر هذه المهنة على الرجال، إذ إنها تحتاج قوة عضلية. أما طريقة حفظ السمك في هذه القرى فهي حكاية طريفة، إذ يتوجه الصيادون لمصانع تختص بصناعة قوالب الثلج الكبيرة، حيث يقومون بجلب الثلج وهرسه
من أجل حفظ الأسماك داخل الثلج. ويوجد على الجزيرة 3 مصانع للثلج يشغلها القطاع الخاص. وها هي رحلتنا تزداد تشويقاً وإمتاعاً، وهذه المرة نتجه إلى الشمال الغربي وتحديداً إلى جزيرة بورنيو التي تعد أكبر جزيرة في آسيا وثالث أكبر جزيرة في العالم، وهي بحق جنة من جنان الأرض ولوحة من طبيعة زاهية المشهد لعب الجمال والروعة فيها دور البطولة. تمتد السواحل هنا على طول 4971 كيلومتراً، وهي تضم بعض الخلجان، وهي ليست مأهولة كثيراً بالسكان، إذ إنها كثيرة المستنقعات، ويبلغ سكان الجزيرة 45,000 نسمة. أما زوارها فهم يزيدون حسب الإحصاءات الرسمية على 250,000 سنوياً، وقد جاءوا للاستمتاع بكل التفاصيل الجمالية والماتعة المتوفرة هنا. تضم الجزيرة أكثر من 8 أنهر فرعية صغيرة، وتغطي الغابات أكثر من 70% من مساحة الجزيرة، ويعيش هنا أكثر من 91 نوعاً من النباتات والأشجار الاستوائية. أما عن السكان وهم قليلون على هذه الجزيرة كما أسلفنا، فإن أغلبهم يستفيدون من قطاع السياحة الذي تسخر به هذه الجزيرة، التي يعتقد بأن شعب الداياك هو أول من قطنها قبل 3,000 عام. أما المناخ هنا فهو مداري ذو رطوبة عالية، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وربما قد ساعد هذا المناخ مع قلة عبث البشر بهذه الأرض على خلق هذه اللوحة الطبيعية التي تأسر الألباب عشقاً وسحراً. سيلانغور العريقة والعصرية والمدهشة بكل ما فيها، هي نافذة تشرف على الإبداع والتميز والحضارة، وبوابة تدخلك إلى عالم الإتقان، إلى من تسمى دار الإحسان.